بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الأعزاء، زوار موقع الشخص يعلمني 3D.com، أهلا وسهلا بكم. أنا مهندس عادل الصياد صاحب الموقع. إن شاء الله النهاردة معدنا مع الدرس الأول من كورس الـ 3D Max. الكورس بتاعنا اسمه التفاصيل في 3D Max. الهدف من الكورس ده إن إحنا نتعلم الموديلنج. الموديلنج هو كيفية إنشاء مشهد مجسم. مش الهدف بتاعنا في الليفل او المستوى اللي احنا فيه ان احنا نعمل اضاءة او نعمل خامات او نعمل ظل او نحط شوية رتوش وتظبيطات ببرنامج الفوتوشوب، لكن الهدف بتاعنا ان احنا نكون المشهد المجسم في حد ذاته. الكورس بتاعنا دوت موجه اساسا للناس اللي شغالين في مجال الاظهار المعماري. طب ليه مجال الاظهار المعماري؟ لان ده اكتر مجال متوفر فيه فرص عمل. طبعا في مجالات تانية ممكن نشتغل فيها بالماكس، زي تصميم الشخصيات، زي الدعاية والإعلان، لكن المجالات دي وإن كان المردود المادي بتاعها عالي جدا جدا جدا، لكن فرص العمل فيها نادرة جدا جدا جدا. ومع ذلك اللي ناوي يشتغل في المجالات دي، الكورس ده يعتبر مدخل كويس جدا بالنسبة له وبيفهمه كويس جدا، وبعد كده بيبتدي ياخد كورسات تانية، إزاي يصمم شخصية، إزاي يحرك شخصية، وهكذا. الإظهار المعماري مهم جدا اليومين دول، لأن التكلفة في مجال البناء ارتفعت جدا، يعني اسعار الحديد والاجور والارض والكلام ده كله، فاصبح الاجر بتاع التصميم او الاظهار المعماري او المجسم اللي بنحطه في الدعايه والاعلان وناخد موافقه العميل عليه لا يذكر جنب التكلفه دي كلها. يعني دلوقتي انت مثلا لو عايز عندك مبنى وعايز تبنيه، او عندك مبنى مبني وعايز تشطبه او كده، فلما تيجي تعمل له منظور حاجه زي الماكيت، بس بدل ما بنعمل ماكيت كرتون ونقول لك تعالى حضرتك من مكانك لعندنا تتفرج عليه، طبعا انت مش هتيجي، فبنعمله لك بالكمبيوتر شيء مجسم. فبيسموا المجسم ده اظهار معماري، بظهر الخصائص المعماريه او الشكل المعماري او الفكره المعماريه للمشهد بتاعي. طب لازم اكون انا شغال في مجال العماره؟ لا، انت حضرتك شغال رسام. يعني انا مثلا مهندس الكترونيات مش شغال في مجالي، شغال في الرسم. خلاص، الراجل اللي هو الطالب اللي هو في هندسة العمارة ما بيدرسش الرسم اللي احنا بنعلمه دلوقتي. ولو عايز يتعلم رسم اتعلمه، بس يبقى مجهود شخصي. فبالتالي يبقى مجال الرسم الهندسي او الاظهار المعماري دي هواية اي حد ممكن يخش فيها، لكن ما يفتيش. يعني حضرتك بيجي لك مخططات ببرنامج اسمه اوتوكاد، بتعرفك طول المبنى قد ايه وعرضه قد ايه واماكن الشبابيك وابعاد الشبابيك وابعاد الابواب، وانت بتعمل شيء مجسم بما يتماشى مع هذا التصميم، مش انت اللي حاطط التصميم. طيب اذا كنت انا مش هحط الفكره، انا هعمل لها اظهار، هل المفروض مني اعرف برامج غير برنامج 3D Max؟ هو اذا كنت هتشتغل في الاظهار المعماري لازم تكون عارف برنامج الاوتوكاد. خلاص، ليه؟ عشان يوفر وقتك. هتقول لي طب انا الوقت بالنسبه لي مش قضيه، انا اتعلم برنامج جديد ليه؟ لان ده هيبقى اكل عيشك. عشان تشتغل لو انت تعرف اوتوكاد مع برنامج 3 دي ماكس هيوفر وقتك كتير جدا 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 جدا. وعلى فكره هو برنامج سهل وبسيط، ممكن تتعلمه من اي مصدر. في الموقع بتاعي في كورس اعتقد انه هيفيدكم كويس، اسمه اوتوكاد 2012. الكورس ده حجمه حوالي جيجا ونص ومدته حوالي 11 ساعه ونص تقريبا، يعني ممكن تحصلوا عليه، بيأهلكم ان انتوا تبتدوا بدايه كويسه في برنامج 3 دي ماكس. لكن في ناس بتقول لك طيب انا هاخد الماكس وبعد كده لو احتجت كده اخده. انت كده عامل زي اللي بيبني الدور الثاني وبعد كده بيرجع يقول لك ايه، طب انا محتاج الدور الاولاني ابنيه. لا، خد انت الكاد، لان الكاد هيفيدك في الماكس. خلاص، انا شخصيا ابتديت بالطريق الصعب، ان انا ابتديت ماكس بس، وبعد فتره طويله قوي ابتديت ارجع للاوتوكاد تاني. ماشي، طيب يلزمني برامج تانية؟ والله يعني في المستوى اللي بعد كده ممكن يلزمك برنامج الفوتوشوب عشان اجيب مثلا شجر زي اللي احنا شايفينه ده نركبه، ونجيب سما نحطها، نجيب طوب ونبتدي نكرره عشان نرصه على المبنى. يعني هو بنحتاجه، بس بنحتاج فيه اساسيات، يعني مش لدرجة ان انت تاخد كورس. يعني لو جبت مثلا اسطوانة تعليمية وفهمت 10% منها يكفيك. خلاص، انا شخصيا برضو لما بيجي لي شغل وبيكون جاي لي عن طريق مكتب دعاية واعلان، ما بعملش شغل فوتوشوب خالص، يعني بسيبه هو يعمل شغل فوتوشوب، لان انا عشان اركب خلفيه ما تعجبش العميل يقول لي غيرها لي على ايه. انا ببعت له الشغل وهو يركب له الخلفيه اللي تتناسب معاه. ده برضو يعني ما يغننيش ان انا ما كنتش عارف فوتوشوب، لان فوتوشوب برضو هيفيدني في شويه حاجات جوه ال 3 دي ماكس نفسه. طيب هو برنامج ال 3 دي ماكس، طبعا دلوقتي اكلم الناس اللي عارفه اوتوكاد، برنامج ال 3 دي ماكس زي سهل زي برنامج الاوتوكاد؟ الإجابة هي إن برنامج 3D Max سهل في تعليمه زي برنامج الأوتوكاد، بس عشان أتمرس عليه
محتاج فترة طويلة للتمرين، ودي حاجة حضرتك اللي تعملها مش أنا اللي عاملها. بمعنى إن لو شبهنا تعليم الأوتوكاد وتعليم السردي باكس بتعليم مثلا الكوتشينة والشطرنج، فتلاقي نفسك لو أنت عايز تتعلم الكوتشينة ممكن حد يعلمها لك في 5 دقايق، لو عايز تتعلم الشطرنج حد يعلمه لك في 5 دقايق. لو حد علمني كوتشينة بعد ما يعلمني على طول ممكن ألعبه وممكن أكسبه، لأن فيها نسبة حظ كتيرة جدا، يعني لعبة مباشرة قوي. خلاص في ايدك ورقة وعلى الارض ورقة زيها، باخد لي بدي واكسبها وخلاص، يعني الموضوع مباشر ويعتمد على الحظ. لكن الشطرنج لا، انا ممكن في 5 دقايق اقول لك الفيل بيتحرك بالاسلوب الفلاني والحصان بالاسلوب الفلاني، ولو حصل كذا تكسب ولو حصل كذا تخسر، زي البلياردو كده برضو. لكن هل انت عندك الحساسية وعندك الافكار وعندك الخبرة؟ اه دي بقى المهمة بقى، علشان كده حضرتك لازم تشتغل بايديك على قد ما تقدر. انا شخصيا لما اتعلمت الثري دي ماكس اتعلمته من الهلب اللي هو برنامج المساعده المكتوب، فكان طريقه التعلم صعب شويه خلاص، وكان معدل تقدم فيه بطيء شويه، بس الواحد لما يعلم نفسه بنفسه يبقى مستوى اقوى من ان هو ياخد كورس. في مصر بيقولوا مثل كده يقول لك من جه بلاش راح بلاش، يعني الحاجه اللي هتتعلمها بسهوله انت بتحس انها سهله تستهتر بيها ما تتقنهاش وتنساها بسرعه، الحاجه اللي بتقعد فتره طويله تتحدى نفسك لحد ما توصل لفهمها وتعرف هي شغالة ازاي، دي حاجة بتثبت في دماغك. طيب عشان نكون واضحين، اتعلم اوتوكاد في قد ايه واتعلم سري دي ماكس في قد ايه؟ اوتوكاد لو حضرتك مجتهد وخدت كورس اوتوكاد ممكن الكورس يخلص في اسبوع. واحد يقول لي المركز الثقافي الروسي والمركز الثقافي الهندي بيدوها في 3 شهور وعشر شهور والكلام ده، لا يعني هو ايه، بيطول الكورس وبيقعد يديك تمارين كتير عشان يحلل الفلوس اللي بياخدها منك، بياخد منك مبالغ طائلة. بس انت لو عندك استيعاب كويس اسبوع بتكون فهمت الموضوع، يومين تطبق، بعد كده تروح مكتب تقعد ايدك مرعوشة كده يومين 3 اسبوع بالكتير تبقى راجل بروفيشنال وبترسم مفيهوش مشاكل خالص. لكن بالنسبة للسريد ماكس قلت الموضوع بتاعه طويل. طب طويل قد ايه؟ يعني شهر، اسبوع، سنة، قد ايه؟ هو طويل لحد مثلا ما تعمل الحاجة زي اللي قدامك دي او زي دي، يعني انت لو ضغطت على نفسك وقعدت تتمرن اول باول وانت في الكورس وبعد ما خلصت الكورس بتاعك عملت مشروع واحد كامل، يبقى انت خلاص كده اتقنت الموضوع. المشروع بياخد وقت طويل، فالناس ممكن تخش تبقى عندها شوية ملل ان المشروع مكملش، فلازم الاول نبتدي بمشروع صغير جدا وبعدين مشروع اكبر، بحيث المشروع اللي هاخده ابقى عارف ان انا هخلصه. لو عملت مشروع او اتنين خلاص، وانت مضطر تعمل مشروع او اتنين عشان يبقى عندك في السي في. ناس كتير جدا بتقول لي اخد كورس ماكس فين عشان اخد شهاده وبتاع، وانا رايح الكويت ورايح السعوديه ودي بلد شهادات. بقول لك في الثري دي ماكس بالذات الشغل فيه مش بشهادات، الشغل فيه بسي في. طب انا راجل ما عملت الشغل ماكس قبل كده، بحضرتك لازم تتعلم وتعمل لك عملين او 3 وتحولهم لصور وتبعت الصور دي للناس على النت او تطبعها وتروح بيها ايه للمكاتب اللي انت ممكن تشتغل معاها. وبعد ما تقابل مكتب والتاني والتالت والعاشر، في مكتب هيوافق ويبقى عنده ظروف الشغل فيه تسمح وهيضمك له او هتشتغل معاه باسلوب ما، بعد كده الشغل الجديد هتضمه للسي في. في شغل يرتقي للسي في انت تحطه، وفي شغل لا يرتقي، يعني واحد اداك شغلانه 3 دي ماكس وبعدين الشغلانه دي هو ما طلبش تفاصيل كتير وما دفعش فلوس وبديله بروفا قال لي اوكي خلاص، يعني هزود لك ايه يعني، انت ارتضيت بالوضع الحالي خلاص، بس انا مش هحطها في السي في بتاعي. لو انت وصلت ان انت عندك سي في فيه يعني مثلا برج وفيلا او برجين او فيلتين، خلاص يبقى انت كده ايه،